الفنان فؤاد حجازي، بنرحب فيك بسهرتنا الليله بتلفزيون دبي وبنقول لك عيدك مبارك. اهلا وسهلا فيك، وكل عام انت بخير، وكل عام وجميع المشاهدين بالف خير ان شاء الله. بنعرف الساده المشاهدين على اللون الغنائي للفنان فؤاد حجازي. والله انا اديت تقريبا جميع الوان الغناء، ولكن تميز صوتي باداء اللون الجبلي، الاغاني الجبليه، وصوتي يعني يستطيع ان يؤدي تقريبا جميع الالوان الغنائيه. يعني اديت اللون الكلاسيكي، اديت الاغنيه الوطنيه، اديت الاغنيه الشعبيه، بس ولكن التميز بصوتي هو اللون الجبلي تقريبا. هلا طفينا ننقل الكلام اللي حكينا الى فعل ونسمع مقطع من احدى اغنياتك. ميجانا ويا يا ميجانا ويا ميجانا، لك اهلا وسهلا شرفونا احبابنا، اهلا وسهلا شرفونا احبابنا. قال يا ربي يا ربي ترجع الغايب عبيته، زرعت الهم في صدري وعبيته، اخ يا قلبي. يا ربي يا ربي ترجع الغايب عبيته، زرعت الهم في صدري وعبيته، شاعر شاعر داير يفتش عبيته، حبيب وقبل اخر سطر غاب عن عين عن عين عن عين عيني. يا هلي يا هلي يا هلي، لا 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 دوف يا با، انا انا المتيم بحسنك، المنمنم يا قلبي انت ويا عمري، غير الله بامري ما يدري، واللي بصدري ما يعلم، مشاني الحب عدروبك قوليلي ويش مطلوبك، مشاني الحب عدروبك قوليلي ويش مطلوبك، اتمنى اكون محبوبك، والشوق الشوق ما يرحم، والشوق الشوق ما يرحم. انا انا المتيم بحسنك، المنمنم يا قلبي انت ويا عمري، غير الله بامري ما يدري، واللي بصدري ما يعلم. بالفترة الأخيرة عملت عدة أغاني للأطفال، بنحكي شوي عن علاقتك بعالم الطفل. والله علاقتي بالأطفال علاقة قديمة جدا، وطبعا بعد ما كانت الساحة خالية من تقديم الأعمال المميزة أو كذا، فأنا قمت بتجربة في البداية اللي هي كانت برنامج اسمه برنامج زيارة، عبارة عن فقرات صغيرة، بس كل فقرة لها توجيه خاص للأطفال، يعني ولأعمار معينة من الأطفال. طبعا أعمال الأطفال يعني مش بالسهولة تنعمل، يعني أعمال صعبة جدا، وأحيانا البرنامج بيستغرق معنا شغل بحدود السنة تقريبا نطلع فيه. فقدمت آخر شيء برنامج اسمه قطار ومحطات، وكان برنامج منوع مع فقرات إرشادية وفقرات تاريخية، ولاقى نجاح جيد البرنامج. وحاليا عم نستعد لبرنامج اخر اسمه الصحن الطائر، رح نقوم بتنفيذه قريبا. يعني اغاني الاطفال، اطفالنا الاعزاء بحاجه لهذا النوع من الاعمال، وطبعا انا لقيت نفسي اني قريب للاطفال، ولو ما وجدت نفسي اني قريب من الاطفال فما اقدمت على هذه العمليه، لانه عمليه هذه كثير دقيقه وحساسه على الاطفال. بلقائنا السريع معك هالليله واللي هي تحيه عيد من الفنان فؤاد حجازي، بتعرفنا على اسباب زيارتك لدبي. دبي هي دائما في القلب يعني، فزيارتي لدبي لتصوير مجموعه اغاني جديده ان شاء الله بعد العيد، عيد الاضحى المبارك، راح ننفذها، وراح يشاركني فرقه دبكه لبنانيه الاخ عماد كيروز،
وفي عندي تصوير 5 أغاني طبعا شعبية عاطفية و3 أغاني للأطفال. بنقول لك مرة ثانية كل عام وأنت بخير، وكيف بتحب تعايد على السادة المشاهدين؟ بطاقة المعايدة هي محبة وتقدير لهالبلد الطيب ولشعب الإمارات الطيب، والمعايدة هي موال مع أغنية في نهاية اللقاء يعني. لا تقولي ويش أريد يوم أصيدك عندي عيد، لا تقولي ويش أريد يوم أصيدك عندي عيد، حبيتك لا تقولي شلون حبي يا روحي مش بالإيد مش بالإيد. لا تقولي ويش أريد يوم أصيدك عندي عيد، لا تقولي ويش أريد سحر وقتالة، عيني ما تدفى ليلة، نورتي قلبي بفرح جديد، نظرة عينك يا ويلة فيها سحر وقتالة، عيني ما تدفى ليلة، نورتي قلبي بفرح جديد. لا تقولي وش قالي يا مصيبك عندي عين، تقولي شلون حبي يا روحي مش بالإيد مش بالإيد.